ما يسمى بمؤتمر البحرين أو ورشة الازدهار من أجل السلام واقعا ولدت ميتة، وفشلت الإدارة الأمريكية في الترويج لها، وفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الترويج لهذه الصفقة أو ما تعرف بصفقة القرن. ولدت هذه الصفقة ميتة وولد هذا المؤتمر ميتا لأنه هناك سببين. السبب الأول الرفض أو الموقف الموحد الفلسطيني في رفض المشاركة في ما تسمى بورشة البحرين أو مؤتمر البحرين التطبيعي، وكذلك موقف القوى الحية والشعوب الحية في العالمين العربي والإسلامي، ومن بين هذه الشعوب موقف وأبناء شعبنا في البحرين بشتى تلاوينهم ومذاهبهم الذين يرفضون هذا المؤتمر ويعتبرونه يعبر عن خيانة النظام الخليفي.